التفسير بتاع الكلام ده ايه، ولا الرموز دي بترمز لايه. عارفه سادياكي معناها ايه، وعارفه فخذيكي معناها ايه وبترمز لايه، وعارفه الزنا يعني الطريق البعد عن طريق الرب، وعارفه معناه ايه. والكلام دوت انا قريته 100 مره وهريته قرايه. انا ما بتكلمش خالص على التفسير ولا اعتراضي على التفسير ولا على اي حاجه. انا اعتراضي هنا ازاي الرب يقول كلام تشمئز منه القلوب واشوف تعبيرات الناس اللي انا شفتها دي ازاي. انا عماله اقرا واقرا والاقي لكم البنات اللي واقفين حواليا قاعدين كده عمالين يضحكوا ويحطوا ايدهم على بقهم كده ومكسوفين كانهم شافوا منظر قبيح، منظر زباله يعني. انا المفروض بقرا كلام ربنا اهو، كلام ربنا، كلامك يا ربنا اتقابل بيهم بقى من دولت مش مشكله خالص، البنات دولت مش مشكله خالص، دي بسيطه. اللي هتشوفوه بقى دوت هو الانيل. المفاجاه اللي انا يعني ما كنتش متوقعاها خالص، لقيت شاب جاي من ورايا وبيكلمني، جاي كده بيوطي على ودني كده. تخيلوا بيقول لي ايه، تخيل يسوع كده بيقول لي ايه لما سمع كلامي، لما سمع كلام المفروض ان هو يبقى كلام ربنا. اسفه على الجمله اللي هقولها، بس انا لازم اعيشكم اللحظه اللي انا عشتها عشان تحسوا بيا، علشان حد مسيح يحس باللي جرالي ويحس باللي جرالي بسبب الكلام ان انا مؤمنه ان هو كلام ربنا وقريته على النت. تخيلوا يقول لي ايه، قال لي ايه مزه هي طلبت معاكي هنا ولا ايه؟ قال لي ايه يا بص هي طلبت معاكي هنا ولا ايه؟ دي نتيجة كلامك، دي نتيجة كلامك. ليه اسمع الكلام دوت وانا بقرا كلامك؟ ليه اسمع الكلام؟ ليه اسمع تعليق من واحد يكلمني بطريقة كأني واحدة صعبة من بنات الشوارع، من بنات الليل كده، ويقول لي كلمة زبالة زي دي؟ ده جزيرة ان انا بقرا كلامك على الناس. لو انا عايزة ابشر بالمسيح وقريت الكلام دوت، ده جزيت ان انا اسمع كلمه زي دي. رحت بصاله كده، رحت بصاله وقايله له ده كتاب انا بقرا منه، كتاب عجبك الكتاب دوت؟ راح قايل لي 100 100، ورفع لي ايديه الاثنين كده وقال لي 100 100، ما تيجي نذاكر سوا. قلت له خلاص خده ما دام عجبك، اديته له ومشيت، اديته له ومشيت. سبت الدنيا كلها وسبت صاحبتي وسبت المحطة وسبت الناس كلها ومشيت لوحدي لحد البيت وانا مخلوقة من العياط 7 محطات كاملين. وانا عمالة بكلم نفسي بقول لي ليه اللي حصل لي دوت؟ ليه اسمع الكلام دوت وانا بقرا كلام ربنا؟ ليه؟ بقيت هتجنن. طب هي البنت المسلمة اللي قرت كتابها سمعت كلمة زي دي؟ هل في ولد جالها من وراها في دوت وقال لها الكلمة اللي أنا سمعتها؟ هل كتبها كتبها زي ما كتبني؟ لا ما حصلش. فكل اللي واقفين كانوا معجبين بيها، ده أنا نفسي أعجبت بيها، أنا نفسي أعجبت بيها بشجاعتها وبجرأتها. يقولوا لي ده تفسير، ليه تفسير له معاني. طيب أوكي له معاني. طب الولد دوت أنا لو جبته بعد ما قال لي الكلمتين دول وقلت له استنى لما اشرح لك الكلام دوت واشرح لك معانيه، هيسمعني بعد ما قال لي الكلام دوت؟ هيقف ويسمعني وهو عمال يبص لي بصات قذره وسافله؟ هيقف يسمعني؟ هو انا لسه هقف اكمل معاه واشرح له؟ اشرح له كلام ربنا؟ انا لسه يا رب هقف اكلمه في كلامك بعد اللي قاله لي؟ بيقول لي تعالي نذاكره سوا، اقعد اشرح له واقول له استدياني يعني ايه وفخزيكي يعني ايه؟ انت يا رب ما كنتش عارف ان ده هيجرالي. وحتى انا لو حتى لو شرحت له الكلام، حتى لو حاولت ان انا افهمه، عمره ما هيفهم وعمر الكلام ما هيخش في قلبه، يستحيل خلاص يستحيل. كاني كده بالظبط جايبه واحد وبقول له بص انا جايبه لك عروسه، شايف العروسه الحلوه اللي هناك دي؟ هي دي، ايه رايك؟ ايه رايك في العروسه دي تتجوزها؟ وراح باصص كده للبنت اللي انا جايباها ديت
ولقاها مثلا بنت قليله الادب، راح قايل لي ايه البنت قليله الادب اللي انت جايباها لي، انت مش شايفه بتقولي، مش شايفه الفاظها؟ رحت قايله له استنى ما تفهمهاش غلط، دي قله ادب روحيه، ده قله الادب ديت وراها هدف تاني اسمى من تفسيرك، ما تفهمهاش غلط وما تاخدش قله ادبها ديت والفاظها اللي هي بتقولها بمعنى مادي، حاول تفهم شويه بتفكيرك وباحساسك، وحاول تبص للرموز بتاعت السلام بتاعها. البنت دي مش قله الادب ولا حاجه، بص البنت دي مش قله الادب ولا حاجه، البنت ديت بتقل ادبها عشان تصرف على اخواتها، شفت بقى الهدف الثاني اللي هي بتقل ادبها عشانه، تبقى مش قله ادب ولا حاجه. ده هدف ثاني، دي في علاقه حب قويه بينها وبين اخواتها، عشان كده بتقل ادبها، عشان تعبر عن حبها، يعني بتبيع نفسها وبتبيع كرامتها وبتبيع شكلها قدام الناس والفاظها كده بتقولها عادي علشان خاطر تعبر عن العلاقه القويه اللي بينها وبين اخواتها. هل ممكن الراجل دوت بعد اللي شافه وبعد تفسيري وتبريري لموقفها هيقبل بيها؟ يستحيل، يستحيل، خلاص خلاص قلبه اتقفل، مستحيل. لو هيدوله عليها فلوس، لو هيدوله عليها فلوس، ده نفس اللي حصل، ده نفس اللي حصل، واقفه بعرض على الناس كلام ربنا ماشي، ولقيت تعبيراتهم اللي انا شفتها والكلام اللي انا سمعته، يستحيل مهما وقفت ان انا علشان افهمهم الكلام وعلشان ان انا اشرح لهم مغزى الكلام وهدفه ومعانيه ويقصد ايه، يستحيل يقبلوه، يستحيل. انا بضحك على نفسي، هو انا هضحك على نفسي؟ ماشي ارد، هخش روم وهرد عليكم وهقول لكم ما تفهموش نشيد الانشاد غلط، ونشيد الانشاد يقصد كذا، وصديقي معناها كذا، ومش عارفه رقصتي بتشير الى ايه، وفخذيكي بتشير الى ايه، والكلام ده كله. طب انا هضحك على نفسي؟ اهو انا جربت بنفسي وعشت اللحظه، لحظه سودة، لحظه سودة، سودة بكل المقاييس. اللي مش مصدقني، اللي مش مصدقني يمسك الكتاب المقدس ويقف كده هو في الشارع ويقرا الكلام اللي انا قريته، ويوريني الناس هيعملوا ايه، يوريني الناس هيسمعوا كلامه ازاي. بنت اولا يروح يعمل زي ما انا عملت، ويوريني الصدمه اللي هيتصدمها. لو وثقت، لو وثقت انت يا مسيحي وانت بتقرا كلام ربنا ان كلام ربنا يتقابل بالاسلوب اللي انا شفته دوت، مفيش دم، لان انت كده هو مش بتغير على كلام ربنا ومش بتزعل علشان كلام ربنا. المهم انا خدت الكلمتين دولت من الشاب دوت، وروحت منهاره وانا بعيط، مش شايفه قدامي، مش شايفه قدامي، ولا قادره اكلم حد، ولا قادره اكل، ولا قادره اشرب، ودخلت اوضتي وقفلت على نفسي، وقعدت اكلم نفسي زي المجنونه العبيطه الهبله، قعدت كده اكلم نفسي وخلاص. قعدت بقول جمله واحده بس، بكلم ربنا وبقول له جمله واحده بس، بقول له ليه يا رب اتعرض للموقف دوت بسبب كلامك؟ ليه اتعرض للموقف دوت بسبب ان انا بعرف الناس كلامك؟ هو مش ده كلامك؟ مش ده كلامك وبتخاطب بيه الارواح في القلوب؟ ليه ما دخلش على روحهم وقلوبهم؟ ليه ما دخل، ليه دخل على حته ثانيه خالص؟ ليه بقى على الغرايز والشهوات وسمعت الكلام دوت من الولد اللي بيتكلم دوت؟ انا مش قادر اتلم على اعصابي، كل ما افتكر الموقف ما بقدرش اتلم على اعصابي. انتوا عارفين يعني ايه لما كلام ربنا ينهار كده قدامكم؟ ينهار، تشوفوا ردود فعل الناس، بتتكسفوا، بتتكسفوا من كلام ربكم. مفيش ولا مسلم طبعا عايش الاحساس ده، لانه ما عندوش كلام زي اللي عندي. وزي ما قلت اللي مش مصدقني يروح بنفسه ويقف في اي مكان، في مسلمين او في اي حد، في مرشدين حتى او في بوذيين من اي دين، ويقف يقرا عليهم الكلام ده ويشوف رد فعلهم ايه. بقيت اقول يا رب اشمعنى تختار العلاقه الجسديه بين عريس وعروسه وتتكلم بيها وتشبه بيها؟ اشمعنى العلاقه الجسديه؟ اشمعنى؟ ما في علاقات اطهر من كده واسمى من كده بكتير كنت ممكن تشبه بيها. في علاقه الام بابنها، الام ببنتها، الاب بابنه،